تصور الكاميرا. الثروه الحيوانيه ريتها ما عادش الناس كسبتها، اليول ده يبيعوا فيه من تحت امك لان ما يلقوا ياكلوا، ريتها الدوله تسال فيه على الدوله ريتها. هذاك على خاطر مش قادر مش يوكل، ريتكش ولا الثروه تتباع تطيش. هذيل مش يتربى مش تاخذها في الاعياد يعلوش، ريتو كش ولا يتباع ريتو المنظر. احنا توا مش تسال على الثروه كش ولا تضيع، هذاك المشوس اللي يتباع بمليون و200 ومليون ونص وكل يولي الحم ويفيدك والحم اليوم كش ولا يتلوح كش يتباع. الصباح كان تيجي 100 علوش ملوحه هنا خويا، ما لقيناش من وقت الوم البوشونات غاليه والعلفه غاليه وليد عمي شو نقول يعني، من تحت امه 220 تحت امها ب 220 امها ماتت. خلقينا من وكلوه نحن، لا فيها حليب لا فيها شيء، ما ينجحلاش هو باش تلقى له حليب، باش تاخذ له حليب البكوات تو، حتى اللي يلقى حليب البكوات يلقاه العباد حتى باش تقول ترضع العلال. ليش انت تونس نحن نستدعوا لها شكون يعود يبكي عليها بالصوت والدموع تونس. خويا ما لقيناش من وكل امه البوشونات غاليه والعلفه غاليه وليد عمي شو نقول يعني، من تحت امه 220 تحت امها ب 220 امها ماتت. خلقينا من وكلوه نحن، لا فيها حليب لا فيها شيء، ما ينجحلاش هو باش تلقى له حليب، باش تاخذ له حليب البكوات تو، حتى اللي يلقى حليب البكوات يلقاه العباد حتى باش تقول ترضع العلال. ليش انت تو باش يروح ياخذ لك الباكو ب 14 100؟ علاش قلت لك تونس 200 ناجه كلها مشت بالشر، كلها الشر جاف حليب تموت. نعم تقول ما فيهاش حليب من العلفه تموت، يقعد العلوش فماش علف، ما فماش علف موجودة ما غالي. الشعير مدعم الحاكم ب 80,000 ب 40,000 ب 100 كيلو ب 80,000 يبيعوا فيه ب 200، هم ياخذوا فيه التجار يبيعوا فيه ب 200. شعير الحاكم قديه؟ 140 اللي كنا بحذاه هذيك. اي 140 دينار، وهاو البر هنا ب 140 دينار شكاره مش ال 100 كيلو. مدعم ب 80,000 اي ومدعم ب 80 100 كيلو رايه، والمدعم ولي ب 80 راهي 100 كيلو. ها ال 100 كيلو تجي شكر ونص هني، راهي باش تولي تكلف 200,000. تونس نحن نستدعوا لها شكون يعود يبكي عليها بالصوت والدموع تونس برا ربي بالله. سامحني يعني للدرجه هذيا ولينا نبيعوا في العلوش بكيلو يعني قداش يعمل بالله ميزان؟ مش باش زوز كيلو زوز كيلو زوز كيلو زوز كيلو، ما هو العلف غالي أما تموت أما ما قلت ما تاكل ماتت، يقعد هو يذغي نبيعها هو نخلص بيه العلف المكردة على ظهري ناي. ها مالا شنو باش نعلف نعلف بيه غيرك، ما غير ولا نخليه يزيد يموت لي، هانا نولي نعلف ونبيعه باش نخلصوا العلف المكردة. الآخر يلم السواردة السواردة مسكينة شو يعمل؟ شوف العلاف قداش يحب وشوف الواحد قداش يحب غير يلم السواردة وكاو. ماش حاشتنا بالمربوط يا البراش نمكت مساكين بالليل نعيش العام تشوف فيه والله يا العام مقسم بالله العام دوزيام مراتب 15,000 البالة دوزيام مراتب شطرة تراب وشطرة واحد 15,000 16,000 بيع فيه هنا كواكم شاير المدعم يعطوا فيه الموزع يقول الموزع وما يجيبوش. هو احنا تو شهر قريب يوفا ومازال ما وصلناش الشيء يعني، وهو وفما ناس تقول لك اللي يجيبه ويعديه الغادي لجماعة اخرين يبيع فيه في النوار، واحنا ما لقينا من وقت في الليل ويعبوه في الليل يجوه كباي في الليل يجيبوه كباي في الليل يبيعوه مش انوار ولا مش انوار يبيع فيه واحد تمشي العباد. لكن عندك دليل كي تقول لي يجي في الليل دليل؟ اسمعني اسمع بتنا عليه اسمعني منهم اسمعني منهم نهار اسمعني العشية مشيت العشية لقاه جابوا مع العشية كان مو فياج كامل اسكت كي قال لي مش هذين الشكاير مش دون ياخذوا قال لك ليه غدوا الصباح اجوا خذوا مشينا الصباح وقسما بالله جاتوا كمان العلويه عبوه لقط يمكن يجي من كاميون يمكن يجي 20 شكار قال كل واحد 50 شكار وبرا على روحك 50 شكار والله من الكاميون يقول 50 شكار تعب في الليل جوه كمان العلويه عبوه في الليل دليل الدب ود فارغه لكن هاو قال لك تجي العلفه تجي وتمشي بلا اسمع بعد بعد شهر شهرين يجيش كاميون يبيعوه ما شنوار تعرف عمل ليه اسمع تعرف عمل ليه اسمعني الشعير ما حتى الاوراق الطبيب يجي تتزرق لنا تزرق للحيوان تم نزقت لهم ناس قاعده تبليش بدها علينا واحد من الناس تمشي ما تك حتى كعبه اش يعمل يدشوه خلطوه اكثر في الشعير ال 100 كيلو يدششها حتى على شيء من الصور قداش يبيع 120,000 حتى ياخذ ولا خلي خذ ولا برا على روح كان عجبك والله دور يخليه يعطوا فيه بالرشوه
شعير الحاكم اللي شاد البير وثم البوشونات قديش؟ شكارت 100 كيلو بوشونات ب 150,000. شنو تاكل 100 كيلو ب 150,000؟ قديش مش يعلف الواحد؟ الشعير يدرقوا فيه ويباعوا فيه مشنوار، الدبوات الكل هذم الموجودين لهنا. بخلاف هذا ما حكيناش على السرقه وما حكيناش على خلينا السرقه هذيك ما غير ما تحكي عليها. الواحد يبات يعس و تعس ليل ونهار ويعرب يوم في النهار يسرقوك مش في الليل، في النهار ويسرقوك مش في الليل. السرقه ما ريش السرقه، انا ما الواحد لازم باش ما يكذبش، السرقه ما ريش. لا 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 السرقه ما ريش ما ريش. وعلى على تولت البارح برك موتور هزوها من قدام القهوه، مش خلي مش ماهيش مش واحده مش شعير ولا علوش ولا موتور 50 تين حكايه فارقه. السرقه على الله لا اله الا الله، انا عاجل السرقه وقال لي السرقه بس حرام السرقه اكثر من كل شيء. بن عمي سرقوا ليه بقره. ما سرقوش هذا ابن عمي سرقوا ليه بقره. ما تحكيش على السرقه احكي على كل شيء. اي سرقوا ليه سرقوا زول سرقوا خاف ليه بقتوه. خايف خاف ليه بقتوه ماشي خاف خاف من ربي. عسرقوا ليه زواج واحده هربت رجعت واحده هزوها.